الحرب في إقليم تيغراي خلفت خسائر مادية وبشرية والآلاف من الضحايا والفارين الذين تقطعت بهم السبل. السلطات في عفر تقول إن مرور المساعدات عبرها إلى إقليم تيغراي أمر أخلاقي بالرغم من التعديات المتكررة لجبهة تحرير تيغراي على أراضيها. رغم الجرائم التي ارتكبتها جبهة تيغراي في حق شعب عفر واحتلالها الذي لا يزال مستمرا لبعض المناطق ومحاولتها معاقبة المدنيين هناك بتجويعهم، إلا أننا نؤكد أن شعب تيغراي يستحق الحياة، ولذلك نسمح بمرور المساعدات حتى يعيشون بكرامة. الحلول السياسية للحرب التي استمرت أكثر من عام ونصف لا تبدو واضحة في المدى المنظور حسب كثيرين، ومع ذلك تعمل المنظمات الدولية بجهد متواصل مع الشركاء للحفاظ على حياة السكان من تبعات الحرب وتداعياتها. من هنا يتم تمرير المساعدات الإنسانية إلى شعب تيغراي، لكن مع ذلك جبهة تيغراي تستهدف المساعدات وتضع العراقيل أمامها بالتعامل السلبي مع الشركاء، مع العلم أن هذا هو الطريق الوحيد لإيصال المساعدات إلى تيغراي، وهذا يجعلنا نطالب الجبهة بالكف عن عرقلة وصول الإمدادات الإنسانية للمدنيين. آخر الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 250 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت من إقليم عفر إلى إقليم تيغراي منذ بدء الهدنة، ومع ذلك لا تزال الشكوك قائمة بشأن إمكانية توزيعها بشكل عادل على المتضررين في الإقليم. يستمر تدفق المساعدات الإنسانية عبر هذا الطريق الرابط بين عاصمتي تيغراي وعفر، لا سيما بعد إعلان الحكومة الأثيوبية عن هدنة لتسهيل مرورها ووصولها إلى مستحقيها. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، إقليم عفر، شرق أثيوبيا.